يا سادك يا هنيانا تصدت انت من مالا ترى ما ينقص اللي يزيد فاتك انت ويانا تذكر وانت صايم شهر شعبان شهر تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل كيف حال قلبك يا أنت؟ نعم أنت وكيف هي خطواتك نحو الجنة؟ أنا أوان الأفعال أنا أوان إسراع الخطوات أنا الأوان الآن لنستعد لهذا الشهر الفاضل ولرمضان ولو خسرنا شعبان فسنخسر رمضان وإذا خسرتهما فلا تسأل عن بقية الأشهر لأنك إذا لم تفز الآن وإذ لم يكن هذا الشهر هو دفعة لبقية الشهور فأنت لم تفعل شيئا قلبك بحاجة للتمرين قبل الانطلاق في السباق تدريبات في نفسك لا بد منها منا من تقدم وعمل لنفسه ومنا من يقف في الخلف يترقب ويتمنى فلا تكن أنت هو هي دعوة لإنعاش القلوب تحريكها تنظيفها إعادتها لخالقها دعوة للسعادة فكل منا يصوم ويصلي لكن نقول كم قلبا حضر في صفوف الصلاة كم من قلب كان حاضرا وكم من منشغل نحتاج أن نحضر قلوبنا معنا إلى طاعاتنا لا تجعل قلبك في أحد أودية الدنيا بعيدا توكل على الله خذ نفسا عميقا اعقد نيتك تمسك بقلبك لنصنع بداية بيضاء تنطلق من شعبان لتنتهي في الجنة هيا نتقدم معه يا سعدك يا هنيانا تصدقت انت من مالا ترى ما ينقص اللي يزيد فاتك انت ويانا تذكر وانت صايم كيف هل الحجه يبون رغيف تعال نجدد البسمه على وجه